ومرحبا حياكم الله. بجهز الآن معكم التاوة. بحتاج إلى كوب طحين أبيض وكوبين طحين بر، كوب لبن ممكن استبداله بالماء، حبة بيض، ربع كوب زيت، ربع كوب حليب بودرة، ملعقة صغيرة بكنج بودر وشوي ملح، ملعقة صغيرة خميرة فورية، وملعقة صغيرة سكر. جميع المقادير بحطها في حوض العجان وبعجنها لمدة 7 دقائق، أخليها ترتاح 5 دقائق، أعيد أعجنها مرة ثانية وأخليها من 1/3 إلى 1/2 ساعة. نفردها ونقطعها، ممكن تضيفون معها حبة سوداء لو حابين. بعد ما تقطعونها تريحونها شوي، ما تقلونها مباشرة، تخلوها شوي بعدين تبلونها في الزيت وتحلونها بالشيرة أو بدبس التمر وبالعافية. في حوض العجانة أضيف جميع المقادير، كوبين طحين بر، أي طحين بر عندكم متوفر أنا أستخدم فينا، والأبيض نفس الشيء أستخدم فينا. نضيف الخميرة، ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة بكنج بودر، ونص ملعقة ملح، ربع الكوب حليب بودرة، حبة البيض، وربع كوب زيت، ممكن تحطون زيت زيتون، وكوب لبن تحررت المطبخ، ممكن تحطون ماء. وعلى حوض العجان شايفين عجينة التاوة كيف قوامها، تكون أقسى من عجينة الفطاير. لو حابين بعد تحطوا معها كركم، نسيت أنا في الغالب أحط معها كركم، بس شايفين قوامها كيف. خليها نص ساعة إن شاء الله ونرجع لها. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ نفرد التاوة على شوية طحين، أخذت نص العجينة ونص ثاني بفردها مرة ثانية. أهم شيء في التاوة أنكم تفردون وتقلبون كم مرة، يعني مرة مرتين تفردون وتقلبون عشان تكون متساوية معكم إذا قليتوها. تحطوا شوية طحين، بعد ما أفردها بقطعها بقطع دائرية، أي مقاس تفضلون، حجم وسط، حجم كبير، حجم صغير، أهم شيء الفرد يكون متوسط، ما تكون مرة نحيفة يعني خفيفة وما تكون ثقيلة. يلا بفردها وارجع لكم. شايفين سمك العجينة كيف؟ تقطعونها بأي قطعة متوفرة عندكم، مقاس صغير ومقاس كبير، وسط، أنا بقطعها بهذا الحجم. باقي العجينة تعجنونه وتخلونه يرتاح 10 دقائق ربع ساعة، وتعيدون تفردونه أو تشكلون منه جبنية، تحطون منه أي شيء تبونه. الحين بخليها ترتاح كذا 5 دقائق على ما سخن الزيت، يعني لا تقلونها مباشرة، يفضل يعني إنكم تخلونها شوي، تغطونها شوي على ما يسخن الزيت. باقي هذا بجمعه وبغطيها شوي على ما أخلص. نبدأ بسم الله. الزيت عندي ساخن، نحط التاوة. ما شاء الله تبارك الله. شايفين ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. خلصنا معكم التاوة. شايفين ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تهبل، ما شاء الله.
عندنا دبس التمر اللي صلحت، بحلها بدبس التمر، حطها في الصينية وصب الدبس عليها، ترشنا عليها سمسم حبة سوداء. شايفة ما شاء الله تبارك الله مرة ممتازة. شايفين ما شاء الله الدبس طريقته موجودة في حسابي. أبغى طريقة دبس التمر. صحتين عافية، أهلا عليكم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا.